يقول لي واحد من الأخوة في رمضان مو هذا اللي قبله، يقول قبل الفطور احنا عادة نجتمع ونجهز الفطور برمضان وننادي كل واحد يلا يا عيال ترى باقي شوي على الأذان، نادوا فلان نادوا فلان، أو الأم تنادي وجهز الفطور كلهم جوا باقي واحد. الأم تقول وين فلان؟ الظاهر نايم. قعدوا بيأذن، طقون على الباب مقفول الباب، يوم قافل الباب ونايم أكيد بالغرفة. إيه ما أنا شفته دش وسكر الباب. إذا طقوا الباب حيل بيأذن، يطقون الباب ما يفتح بقوة. بدأت الآن المخاوف تزداد. طق بقوة الأم تسأل أكيد داخل. إي والله يوم حنا شفنا سيارته برا، يطقون الباب يطقون الباب ما يفتح الباب. بعد أذان المغرب ما حد صوب الفطور الكل قام. في شيء الله يستر كسروا الباب. رمضان مو هذا اللي قبله. كسروا الباب بقوة، دشوا داخل طايح على فراشه، يحركونه غادر حياة الدنيا قبل الغروب. هو صاحب المشكلة مو هذه، المشكلة كان شابك على النت وبحضنه اللابتوب وهو قاعد يشاهد فيديو في اللابتوب قبض الله روحه. يقول اخوه انا سحبت اللابتوب ابي اشوف ايش كان قاعد يطالع عشان ما ينفضح عشان ما حد يدري. شنو اخر فيديو شافه قبل ما يقبض الله روحه؟ يقول ابشرك يا شيخ كان يطالع السيره النبويه برنامج كثير في الوطن. كان يعيش مع الحبيب صلى الله عليه واله وسلم وقبض الله عز وجل روحه. هذا النت اللي حين طالع فيه